الدراري هي اللي فيها 15 تسعود المضيق اخاي اسبانيا تولادي وقعوها بحر ان شاء الله. شوف يا اخي كريم، انا بغي واحد القضيه بغيت بخير حاجه وحده، الا فقدتيها في الدنيا هذه ما كترجعش، وهي فرصه وحده، هي فرصه العمر، فرصه الحياه. ما دمتي حل عينيك، ما دمتي تتنفس، باقي الحياه كلها محلوله قدامك. اما لا حاولت تنهي حياتك وتغامر بها هذه المغامره اللي احتمال كبير ما تصدقش، احتمال صغير انها تصدق، فاعلم يا اخي انك خسرتي الدنيا والاخره. حنا ماشي ضد الشباب، حنا ماشي ضد انك اخويا تمشي وتدبر على راسك وتسوفري تنتهي شويه ودير لافونير ديالك وتقاتل الامور ديالك. حنا ما عندناش مشكل في هذا الشيء، بغينا كاع الشباب يديروا لهبات، بغينا كاع الشباب يعيشوا مزيان، وبغيناهم يكونوا بخير. حنا هادشي كامل ما عندناش فيه غرام المشكل، ولكن راه خصك تفهمني انا علاش كنهضر لك، كنهضر لك على حياتك اصاحبي. حياتك ديما تتعوضش، كلشي كيتعوض، حياتك ما كتعوضش. والفاطه اللي درتيها في الدنيا هذه مشيتي عند الله بها، ما عندكش فين ترجع الا بغى يرحمك ربي. النبي صلى يقول من ركب البحر عند ارتجاجه فمات فقد برئت منه ذمه الله، يعني ربي بري منه. نركب في البحر ومات لانه غادي الخطر، تجي تقطع انت 16 كيلومتر سباحه انت قرش. والنبي صلى قال لا ينبغي للمسلم ان يذل نفسه، يذل راسه باش يحصل الرزق الذي جعل الله له اسبابا كثيره في هذه البلد او في غيرها من البلدان بطرق اخرى. انا باش نرمي راسك البحر، انا ماشي ضد انك تمشي تهاجر، انا ما نقولكش حرام وما نقولكش لا يجوز، الناس اللي تهاجر واللي ما جال ما عرف حق الرجال، ولكن بطريقه مشروعه، بطريقه على الاقل ما تفقدش فيها نفسك، بطريقه على الاقل يا اخي ما تغيرش يا قلب ميمتك، لا تخليها تتبكي وتخليها ما عرفك واش حي ولا ميت. فكروا مزيان الشباب، فكروا مزيان ألف مره ومره، راه هي حياه وحده، راه هي روح واحده، الا مشات راه ما غترجعش. وما تنساوش ان الله عز وجل يقول ولا تلقوا بانفسكم الى التهلكه، الله عز وجل قال ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، يرحمك سبحانه وتعالى. ولكن اخي علاش تأذي نفسك؟ علاش تأذيها؟ خويا راه النبي صلى الله عليه وسلم من ظلموه في بلاده راه حتى هو هاجر خوى البلاد. ايه ما كاين باس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجرش من اجل لقمه العيش، هاجر من اجل اقامه الاسلام. النبي عليه الصلاه والسلام ما لقاش بنفسه الى التهلكه، وانما هاجر بامر ربه سبحانه وتعالى. فانت واش امرك الله عز وجل بانك تلقي نفسك في التهلكه؟ اسمح لي يا اخي، هو مزيان تستدل بحديث النبي عليه الصلاه والسلام، ولكن في نفس الوقت مزيان من تعرف صحه الاستدلال من الخطا ديالو وتتبع صح وترك الخطا الله يرضى عليك. حنا اخويا راه بغيناك اخويا تزيد القدام، وبغيناك تمشي مزيان، وبغيناك دير وليدات ودير انت الاسره ودير لا فامي وتكون هاز راسك في الاسره ديالك، ولكن اخويا راه هذه المغامره هذه راه فيها حياتك اللي كلشي كضربو في الزيرو. فكر فيك مزيان قبل ما تمشي نهار 15 شهر 9 تلوح راسك تما، تلقى راسك في الحبس، تلقى راسك ملصق لشي منتف. اللهم اني قد بلغت، اللهم فاشهد. السلام عليكم.